الرحمن الرحيم. عندما نقيس الأمر بهذا المقياس، الإسلام كله في كفة وخلافة الإمام علي في كفة أخرى. فالإمام لو كان طالب الرئاسة طالبا للخلافة فإنه قد يرجح مصلحته الشخصية على الإسلام ككل، لكن الإمام هو الإنسان الذي ضحى طول عمره في سبيل الإسلام، فلذلك لا يغامر بالإسلام، يقول فليذهب حقي وليذهب حق فاطمة الزهراء معي، ولا يتحرك حرصا على بقاء الإسلام. إذن هنالك شيئان، الإسلام أولا ثم الاعتبارات الأخرى دائما. فإذا وجدنا أن الإسلام أصبح معرضا للخطر فإن الأئمة الطاهرين يثورون مهما كلفتهم الثورة. أما إذا لم يكن الإسلام في خطر وكان أي شيء آخر في خطر فإنهم لا يثورون، لأن الأمور الثانية قابلة للتعديل ولو للتعديل الفكري. أما إذا زال الإسلام ككل فإنه لا يمكن أن يعود الإسلام إلى الحياة مرة أخرى. أذكر كدليل على ذلك، بعد أن صيرت الخلافة إلى أبي بكر، أبي بكر صادر خدث من فاطمة الزهراء وصادر الخمس من الإمام علي، لأن الخمس بعد رسول الله كان يأتي إلى قريب النبي وأقرب الناس إلى النبي، هو الإمام أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسنات. القرآن يقول وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. الرسول طالما موجود فإرثه يصل إلى ذي القربى، حصة الله أيضا كانت للرسول فتصل أيضا إلى ذي القربى. فلذلك صادروا فدك وصادروا الخمس وصادروا سوق عكاظ. سوق عكاظ كان ملكا للعباس، لكنهم فكروا في إفقار أهل البيت حتى لا تكون الأموال بأيدي أهل البيت، صادروا سوق عكاظ لأن العباس عم الإمام علي، فلذلك يلزم أن يكون العباس فقيرا، وصادروا الخمس حتى لا تصل الأموال إلى الإمام علي، وكذلك صادروا فدكا حتى لا تكون الأموال بأيدي فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء ذهبت إلى المسجد وناقشت الخليفة حتى أفهمته، ولكن الخليفة تخلص منها بشكل لبق. رجعت فاطمة الزهراء إلى البيت فوجدت الإمام أمير المؤمنين جالسا في زاوية من البيت وهو لا يحرك ساكنا كما لم يحرك ساكنا عندما أخذ إلى المسجد، فجعلت تخاطب الإمام بلهجة شديدة جدا لم تعهد من فاطمة الزهراء أن خاطبت الإمام أمير المؤمنين بمثل هذا الخطاب في أي موقف من المواقف. أولا ما قالت له يا أبا الحسن أو يا أمير المؤمنين، أو حتى ما قالت له يا علي، قالت له يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، جلست كما يجلس الطفل في بطن أمه وجلست كما يجلس المتهم في زاوية بيته، يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، نقضت قادمة الأجدل فخاتك ريش الأعزل. يعني إنك تركت قائمة السيف حتى أن ريش الأعزل الذي لا يملك ريش ليس له ريش، حتى هذا خاتك وخانك، افترشت التراب وافترسك الذئاب، جلست على التراب حتى الذئاب تفترسك. جعلت تقول له كلمات من هذا النوع. الإمام أمير المؤمنين بماذا أجابها؟ قال لها نهنه عن وجدك يا ابنة الصفوة وبقية العترة، فإن كنت تريدين البلغة، إذا تريدين الرزق في الحياة فرزقك مضمون وكفيلك مأمون. كلمات من هذا النوع، لكن بقيت فاطمة الزهراء سائرة. فأخذ الإمام سيفه وقال لها لأنعمنك عينا، إذا كنت تريدين أن أخرج لآخذ فدك من هؤلاء بالسيف فإنني أخرج. في هذه الحال المؤذن يؤذن
وإذا بالمؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله. فالتفت الإمام إلى فاطمة الزهراء قال لها إذا كنت تريدين أن ارجع إليك فدك بالسيف فإنني سأخرج، ولكن اسم أباك لا يرفع على المآذن. إذا كنت تريدين ذلك أنا أستطيع، ولكن هذا الاسم سيمحى. فلما علمت فاطمة الزهراء ذلك قالت لا، لا أريد فدك ولا أي شيء آخر. إذن هذا كان الحساب، الحساب أن الإسلام ككل في كفة وبقية حقوق أهل البيت في كفة، فأيهما أفضل وأيهما أولى بالمراعاة، الإسلام أو حقوق أهل البيت؟ بطبيعة الحال الإسلام أولى بالمراعاة، لذلك سكت الإمام أمير المؤمنين. أما في يوم معاوية فلم يكن الإسلام في خطر، كان الإسلام قد انتشر وقد سيطر. فلذلك الإمام عندما أصبح خليفة للمسلمين بعد مقتل عثمان أشار عليه بعض الناس أن يترك حكم الشام في يد معاوية. قال الإمام لا، هذا لا يكون، لأن معاوية ظالم، ولأن سخلة لو عثرت على جسر بالشام فخدشت سألني الله هل لا سويته، لو أن جسر لم يكن مسوى، كان هذا الجسر غير سليم، فعبرت سخلة فسقطت وخدشت ولم تمت ولم تتكسر، وإنما خدشت السخلة. الله يقول لي يا علي لماذا لم تسوي ذلك الجسر حتى خدشت تلك السخلة. فإذن لا يمكن أن أرضى بمعاوية الحكم ولو لفترة من الزمان، يجب علي أن أغيره بالمقدار الممكن. ولذلك خرج الإمام وأخرج معه جيش لحرب معاوية. إن لم ينتصر بالفعل على معاوية فقد برر الواقع، أي إن أعمال معاوية لم تحسب بعد ذلك على الإمام أمير المؤمنين. لو أن الإمام أمير المؤمنين كان يترك معاوية على ما هو عليه ويقرر ولاية معاوية، أي يعتبر معاوية واليا من عنده على أهل الشام، فإن الإمام أمير المؤمنين سيتحمل كل تبعات معاوية، لأن الإمام خليفة وقد رضي بهذا الوالي الذي قتل النفس البريئة وصادر الأموال التي هي لأصحابها بدون حق، وأذن بقسم من المنكرات، لأن معاوية أول من جعل الضرائب على الخمور التي كان يؤتى بها سابقا سرا من الروم إلى الشام. فإذا كان الإمام أمير المؤمنين يرضى ببقاء معاوية في الحكم فإنه هو يتحمل كل تبعات معاوية، لأن معاوية كان في الحقيقة محافظا والإمام كان رئيس الدولة. فإذا الإمام وهو رئيس الدولة لا يعزل هذا المحافظ وهو يرتكب هذه الأشياء، فإن كل جرائم معاوية وتبعات معاوية كانت تحمل على الإمام أمير المؤمنين. لذلك كان المفروض على الإمام أن يعلن أنه لا يرضى ولا يقبل بهذا الشخص واليا من عنده على مدينة من المدن بأي شكل من الأشكال. فلذلك خرج الإمام. الآن بعد ذلك، بعد أن خرج الإمام وأعلن موقفه، الذين كانوا مع الإمام نجحوا أو فشلوا في القضاء على معاوية، هذا أمر لا يتعلق بالإمام تاريخيا ولا دينيا، هذا ليس المهم. المهم أن يبقى الإمام محتفظا بالمقاييس الدينية العليا حتى لا ترتبك المقاييس. وهكذا تماما بالنسبة إلى الإمام الحسين، نفسه جميعا إلا تسعة هربوا منه. ثم بعد ذلك الإمام تجهز ليعود إلى صفين وليقف في معركة فاصلة مع معاوية. ألقى خطابا شديدا موجود يوجد في نهج البلاغة، وبعد ذلك بعد أن نزل من المنبر جند الناس فوضع 10,000 تحت راية الحسين، ووضع 10,000 تحت راية الحسن، ووضع 10,000 تحت راية فلان، وعشرة آلاف تحت راية فلان،
ليعود إلى 60 ويقضي على معاوية، ولكن ما دارت عليه الجمعة حتى ضربه ابن ملجم واستشهد عليه السلام. فالإمام الحسن استمر في نفس الخط، استمر في تجهيز ذلك الجيش ليعود إلى 60 فيقاتل معاوية. ولكن في هذه المرة أيضا ابتلي الإمام الحسن بنفس الشيء الذي ابتلي به أبيه بعد رسول الله. أيضا الإمام الحسن كان شابا لا يعترف به ولا تقبل به جماهير شيبة من المسلمين، لا تقبل به خليفة عليه. هذه الكارثة الأولى والمصيبة التي لا تقبل العلاج. ماذا يعمل الإمام الحسن؟ هل يصبغ وجهه ورأسه؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن أهل الكوفة كانوا يتهيبون من الإمام أمير المؤمنين هيبة عظيمة، لذلك الإمام في بعض كلماته يقول: ها هي كوفان أقبضها وأبسطها. الكوفة بالنسبة إلى الإمام لم تكن شيء، فلذلك الإمام كان مسيطرا بشكل غريب، لكن الإمام الحسن لم تكن له هذه الهيبة. ثم كثير من الناس فكروا: لماذا القتال؟ فلنعش مرتاحين من القتال ولنعش في حالة السلم، ليكن الخليفة معاوية أو يكون الحسن. فلذلك كثير من رؤساء القبائل راسلوا معاوية يطلبون الأمان منه أولا ويعرضون خدماتهم عليه ثانيا، ويقولون في بعض رسائلهم إلى معاوية: ولو شئت لسلمنا إليك الحسن مكتفا، لو أنك تريد فإننا نسلم الحسن إليك مكتفا. والإمام الحسن كان ينظر إلى جيشه يجد فيهم بقية من الخوارج، ومن هم على رأي الخوارج من الذين قالوا يجب عزل علي ومعاوية على حد سواء، كانوا لا زالوا موجودين في جيش الإمام. قسم منهم مع معاوية وجواسيس على بقية الجيش، قسم منهم لا يعترفون بالإمام الحسن خليفة لأنه شاب، قسم منهم كذا قسم منهم كذا. فلذلك الإمام الحسن أرسل جيشا بقيادة رجل من أهل بيته ومن أقربائه اسمه عبيد الله ابن العباس ابن عم الإمام، وإذا بمعاوية أرسل إليه 500,000 درهم ووعده ب500,000 درهم ووعده بإحدى بناته. فلما أصبح الجيش وجدوا أن قائد الجيش قد التحق بمعاوية، أرسل الإمام قائدا آخر على الجيش أيضا عمل معه معاوية نفس ما عمله مع عبيد الله، وكان هذا القائد الجديد من بني كندة أيضا التحق بمعاوية، أخذ 500,000 وهو يعيش في حلم النصف الآخر التحق. مثل هذا الجيش وجد الإمام أنه لا يمكن القتال بمثل هذا الجيش، فلذلك حضر في الجيش وألقى خطابا وشجعهم على القتال. فقال بعض من حضر وكان على هوى الخوارج، قال: نحن لماذا نسمع من هذا الرجل؟ لقد كفر الحسن كما كفر أبوه من قبل والعياذ بالله. فلما نزل الإمام الحسن من المنبر دخل في خيمته ليصلي، تآمروا عليه وهاجموا على خيمته، انتزعوا السجادة من تحته وكان في حالة الصلاة، وطعنه أحد منهم في فخذه، وكان الآخر يحمل أكازة تحتها حديدة، حديدة مسللة، كان قد سمها وضعها على رجل الإمام الحسن وضغط عليها حتى تسممت رجل الإمام بتلك الجراحة. وهكذا فوجد الإمام أن هذا الجيش ليس الجيش المقاتل، هذا الجيش لا يملك إرادة القتال، إنما هذا جيش متفسخ. فلذلك قال الإمام الحسن لبعض أنصاره: والله لو وجدت أنصارا لقاتلت معاوية ليلي ونهاري حتى يحكم الله بيني وبينه، ولكن وجدت قوما لا يقاتلون. وجعل يفرق بين هذا الجيش وبين الجيش في يوم 60، رغم أن الجيش في يوم 60 كان قد انقلب قسم منه على الإمام. قال: لقد كنتم في 60 وأمركم أمامكم، وأصبحتم الآن وأمركم وراءكم. في السابق كان لكم هدف أمامكم، أما اليوم فهدفكم وراءكم،
تفكرون في طريق العودة ولا تفكرون في طريق الانطلاق. وقد ابتليت بباكيين، باك يبكي على من قتل منه بالنهروان، وباك يبكي على من تخلف منه، وكذا وكذا، فأنتم لستم على استعداد للقتال، وبالفعل لم يكونوا على استعداد للقتال. في هذه الحالة كان الإمام الحسن أمام موقفين: إما أن يصالح معاوية ويمهد لثورة الحسين، وإما أن يبادر هو بالثورة، يجمع الحليل من أهل بيته والخلص من أصحابه فيثور بهم كما ثار الإمام الحسين عليه السلام. لكن الإمام الحسن لو كان يثور في ذلك اليوم وأمامه معاوية، ومعاوية داهية من دهاة العرب، معاوية لم يكن الرجل المغفل الذي يؤخذ على غفلة، إنما كان رجلا داهية. لو كان الإمام الحسن يثور، ماذا كان يعمل معاوية؟ كان يبعث إليه جيشا أو جندا من العسل، ما كان يقتل الإمام بالسيف، إنما كان يقتله بالسم، حتى لا تكون أبعاد لمصرع الإمام الحسن. وحتى لو اضطر إلى أن يقتل الإمام الحسن بالسيف، فإنه ربما كان يقتل الإمام الحسن غيلة كما قتل الكثيرين غيلة. ولو اضطر إلى أن يقتل الإمام ومن حوله في معركة، فإنه كان يقتلهم ويسبل على المعركة ستائر سميكة من التهريجات الأموية والتضليلات والأحاديث الملفقة التي كان يلفقها الصحابة الذين انضموا إلى معاوية. فلم يكن يترك لثورة الإمام الحسن أن تأخذ أبعادها كما أخذت ثورة الإمام الحسين. وحتى لو كانت أخبار المعركة تنتشر، فإن معاوية لم يكن يقتل الإمام الحسن ومن معه بالعطش والقتل الصبر كما قتل الإمام الحسين، ولم يكن يحمل الرؤوس على رؤوس القناة يدور بها في البلاد حتى يتضح هو، أكثر مما يهان أصحاب تلك الرؤوس. وحتى لو كان يحمل الرؤوس لما كان يحمل السبايا من آل الرسول ويطوف بها في المدن وفي البلاد وأمام جماهير المسلمين ليعرف الناس من هو هذا الخليفة. فإذا معاوية كان داهية، فلذلك وجد الإمام الحسن أنه إذا ثار في يوم معاوية فإن الثورة لا تأخذ أبعادها، الوقت ليس وقت الثورة. وجد الإمام الحسن أن التوقيت الصحيح يأتي في عهد يزيد، أما الآن فالتوقيت غير ملائم للثورة، الوقت وقت تجهز أو تجهز فيه الثورات. لذلك الإمام الحسن ما صار. وأشار الإمام الحسن في بعض كلامه، في بعض كلامه يقول الإمام الحسن: وجدت أن أهل العراق لا يفون لي كما لم يفوا لأبي، فلم أجد معي إلا أهل بيتي، فظننت بهم على السيف، لأنني لو كنت أخرج معهم فإنهم كانوا يقتلون بالسيف، فظننت بهم على السيف، وإن الله كل يوم في شأن وسيقضي الله أمرا كان مفعولا. الله كل يوم في شأن، هذه إشارة إلى أن الظرف اليوم غير مناسب وسيأتي الظرف المناسب. فإذا الإمام الحسن وجد أنه لو ثار في يوم معاوية فإن معاوية بدهائه سيقضي على ثورة الإمام، بمعنى أنه لا يترك ثورة الإمام تأخذ أبعادها. أنا أقول لكم لقد كان القتل للإمام الحسن أهين عليه بكثير من صلحه مع معاوية. فإنسان يحمل بين جنبيه نفسية كنفسية الإمام الحسن، الثورة عليه أسهل من الصلح مع رجل مثل معاوية، ولكنه وجد أن الثورة لا تكون مطلوبة للثورة، الثورة مطلوبة لنتائجها، وثورته في يوم معاوية لا تنتج ثمارها، فلذلك أجل الثورة لأخيه الإمام الحسين عليه السلام. أما الإمام الحسين فعندما وجد أن يزيد وصل إلى الحكم، ويزيد رجل أرعن عليه كل المآخذ وهو لا يبالي في تفكيره وفي عمله، صار الإمام الحسين
ليكشف عن هوية الأمويين وليكشف عن زيفهم وواقعهم. فلذلك وجد الإمام الحسين أنه إنصار يقتن، ولكن بقتله تأخذ الخلافة هويتها. فلذلك حتى الإمام الحسين نفسه ما صار في يوم معاوية. الإمام الحسين عاش 10 سنوات ومعاوية على الحكم، لأن الإمام الحسن توفي في 51، وأصبح الإمام الحسين إماما من قبل الله على الناس. ولكن الإمام الحسين وإن كان شعر بأنه أصبح المسؤول الأول، ولكن وجد أن خصمه خصم داهية لا يترك ثورته تأخذ أبعادها. فلذلك وجد أن من الأفضل أن لا يثور على معاوية وينتظر حتى يموت معاوية ويأتي يزيد، عند ذلك يثور. فلذلك بقي 10 سنوات لا يحرك ساكنا، وبمجرد أن وصل يزيد إلى الحكم صار الإمام الحسين، لأنه قد وجد أن الظرف أصبح ملائما، وأن ثورته في مثل هذه الحالة تأخذ أبعادها. فلذلك ثار، ولذلك بالفعل جرد الخليفة الباطل من زي الخلافة، لم يجرد يزيد فحسب، وإنما أرجع مقياس الخلافة إلى أصله، لأنه كما قلنا الخليفة الحقيقي خليفة رسول الله من يعينه الله وليس الذي يختاره الناس، لأن الخليفة ليس الملك، الخليفة ليس رئيس الجمهورية حتى يختاره الناس، الخليفة هو الذي يمثل الله في الأرض. فكما أن الرسول يمثل الله في الأرض، كذلك الخليفة يمثل الله في الأرض. فكما أن الناس لا يمكنهم أن يختاروا النبي، كذلك لا يمكنهم أن يختاروا وصي النبي، لأن وصي النبي أيضا معبر عن الله كما أن النبي معبر عن الله. عندما نزل القرآن والوحي ونزلت النبوة على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، قسم من الناس لم يرتضوا أن تكون النبوة في محمد بن عبد الله، قالوا لماذا لم ينزل القرآن على رجل عظيم من أهل مكة أو على رجل عظيم من أهل الطائف؟ القرآن قال لهم أنتم لا تستطيعون أن تحصلوا خبز يومكم، أتريدون أن تلزقوا النبوة على الأكفاء وغير الأكفاء؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، إننا نوزع عليهم خبز يومهم، هم لا يستطيعون تحصيلها وتوزيعها بجدارة. فالآن يريدون أن يوزعوا النبوة؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فكما أن الله هو الذي يختار المعبر عنه وهو النبي، كذلك الله هو الذي يختار المعبر عنه وهو الخليفة. فتصد الناس لتعيين الخليفة غلط كبير، بمعنى أنه لا يصبح الإنسان خليفة الله وخليفة الرسول بأننا مجموعة من الناس قالوا له السلام عليك يا أمير المؤمنين. فالحسين عليه السلام وجد أن مقياس الخلافة قد ارتبك، أن الناس يتطورون كل من استولى على المسلمين بالقوة خليفة وهو ليس بخليفة. وكما قلنا في يوم عاشوراء، خليفة رسول الله يعتبر قوله وفعله وتقريره حجة وسنة على المسلمين إلى يوم القيامة. فإذا أصبح رجل منحرف خليفة رسول الله فإن الناس سيأتون إلى أعماله ويتخذونها حجة ويغيرون بها مقاييس الإسلام. كما قلنا إن القرآن مثلا يحرم الخمر وخليفة رسول الله يشرب الخمر، الناس يأتون ويجدون آية القرآن تحرم الخمر لكن خليفة رسول الله شرب الخمر، إذن ماذا يقولون؟ يقولون القرآن حرم الخمر ولكن خليفة رسول الله شرب الخمر، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة الموجودين في زمانه. خليفة رسول الله بمقتضى مركز الخلافة وهو مركز النبوة طبعا
أقرب إلى الله وإلى فهم مقاصد القرآن وذات القرآن من أي واحد من المسلمين. ثم صحابة رسول الله أفهموا للقرآن ولنوايا الرسول ولإرادة الله منا نحن الذين جئنا بعد قرون. فطالما خليفة رسول الله شرب الخمر ولم ينكر عليها أي واحد من الصحابة، فإذا يلزم علينا نحن أن نخفأ أنفسنا في فهم آية القرآن، لأن القرآن لو كان قد حرم الخمر بالفعل وبصورة جادة فخليفة رسول الله لم يكن يخالف القرآن، ولو أن خليفة رسول الله خالف القرآن لأنكر عليه الصحابة. فطالما خليفة رسول الله خالف ما نفهم من هذه الآية، الصحابة أيضا لم ينكروا على الخليفة، فإذا كلهم كانوا يفهمون من هذه الآية غير ما نفهم، وعلينا أن نخطئ أنفسنا لأنهم أقرب إلى رسول الله وإلى نزول القرآن منا. فإذا يجوز شرب الخمر، إذا يجوز لعب القمار لأن خليفة رسول الله لعب القمار، إذا يجوز قتل النفس البريئة لأن خليفة رسول الله قتل النفوس البريئة كثيرة، فإذا يجوز قتل النفوس البريئة. الآية التي تقول فجزاؤه جهنم، هذا يلزم أن نفسره تفسيرا صوفيا، لأنه لو كان قتل النفس محرما بالفعل فخليفة رسول الله لم يكن يقتل النفوس ولم يكن الصحابة يسكتون عليه. إذن هؤلاء الذين هم أقرب إلى رسول الله وإلى نزول القرآن وأفهم منا لمقاصد القرآن، والخليفة باعتباره المعبر عن الله، طالما خالفوا نصوص القرآن فعلينا أن نؤول نصوص القرآن وأن لا نأخذ بما نفهم، علينا أن نخطأ أنفسنا. وهكذا كل خليفة يأتي فيعمل مخالفة حتى لا يبقى شيء من أحكام الإسلام إلا ويزول ويرتبك. المسلمون يأتون فيجدون أي حكم من أحكام الإسلام خالفه أحد الخلفاء، فإذا كل أحكام الإسلام تصبح مرتبكة. إذا يأتي أي فرد فيقول يجوز الزنا، يجوز نكاح المحارم لأن خليفة كذا نكح المحارم مثلا، ولأن خليفة كذا كان زانيا، ولأن خليفة كذا كان يصادر أموال الناس بلا أي سبب، ولأن خليفة كذا عمل كذا، ولأن فلان عمل كذا، إلى آخر ما هنالك. إذن لا يبقى حكم من الأحكام إلا ويعرض للارتباك. لذلك صار الحسين ليعيد مقياس الخلافة إلى أساسه ولينقذ المفاهيم الإسلامية من الارتباك. الحسين صار ليثبت أن يزيد ليس خليفة رسول الله. لماذا؟ لأنه لو كان خليفة رسول الله لما كان يقتل أهل بيت رسول الله، ولما كان يقتل صحابة رسول الله، لأن يزيد الحقيقة تورط ورطة كبيرة بالنسبة إلى الحسين، لأن الحسين لم يبايع ليزيد فقتله بتلك الحالة الفظيعة الغريبة. ثم سبع نساء رسول الله وطاف بهن في البلاد وإلى آخر ما عمل. بعد ذلك سار عليها أهل المدينة على أثر ثورة الحسين، استباح المدينة 3 أيام حتى قتل في من قتل في تلك الأيام 3500 من الصحابة من الذين عاشوا مع رسول الله وأخذ الحديث عن رسول الله بالإضافة إلى سائر الناس الذين قتلوا. ثم بعد ذلك أصبحت مشكلة، اضطر إلى أن يضرب الكعبة بالمنجنيق. صح؟ فارتكب يزيد هذه المخالفات الثلاثة الهائلة. طيب، هذه المخالفات الثلاثة لم تكن قابلة للتفسير أو التبرير أو التأويل أو أي شيء، كانت غلطة تورط في هذا الفعل وانتهى. فعلم الناس إذن هذا الرجل ليس الممثل لله ولرسوله وليس المعبر عن إرادة الله في الأرض، فإذن هو ليس خليفة وإنما هو حاكم فقط. فإذا كان هو حاكم فالذي يأتي بعده بنفس الأسلوب، يأتي بالقوة فيفرض نفسه على المسلمين بصفته خليفة، فإذا ذلك الرجل الثاني أيضا ليس خليفة لأنه جاء من حيث جاء يزيد، لم يأتي بالنفس من رسول الله، إنما جاء بالقوة أو بآراء المسلمين، وآراء المسلمين لا تعين الخليفة والقوة لا تعين الخليفة، الذي يعين الخليفة هو الله عن طريق الرسول.
فخليفة رسول الله من نص عليه الله بواسطة نبيه، أما الذي تفرضه الحلة أو الذي يختاره المسلمون فليس خليفة للمسلمين وليس خليفة لرسول الله وليس خليفة الله في الأرض. فإذا كل من جاء بغير نص من رسول الله لم يكن خليفة ولا يكون خليفة. هذا التطور أصبح متمركزا في أذهان المسلمين، فانفصل الخط الإسلامي عن خط الإرهاب. الإرهاب لا يعين خليفة ولا يشرع حكم، الله هو الذي يعين رسوله والله هو الذي يعين خليفة رسوله. قول الله حجة، قول رسول الله حجة، قول خليفة رسول الله الذي يعينه الرسول حجة، أما قول وعمل وتقرير الذي يفرض نفسه على المسلمين بالقوة فليس قوله حجة وليس قوله سنة. هذا المفهوم أو هذا المعنى الذي أثبته الإمام الحسين بثورته لولاه لكنا اليوم ولكان جميع فقهاء المسلمين اليوم في ارتباك كبير وكثير، وفي الواقع لم يكن لنا دين، لأن الدين الذي لا يوجد فيه حكم من الأحكام ليس الدين. الدين مجموعة أحكام ومجموعة سنن وشرائع، فإذا ارتبكت الأحكام والشرائع وتضاربت النصوص والأعمال والأقوال الصادرة من رسول الله ومن خلفائه، إذا ليس علينا أن نأخذ بأي حكم من الأحكام، ينتهي الدين. فلذلك صار الحسين عليه السلام وهو بنفسه حدد معالم ثورته في خطبة قال فيه: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، لا أريد شيء، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. هذا ناحية. في خطبة أخرى أعلن أنه سيقتل، أنه سيقتل بشكل فظيع أيضا، ويقتل كل من معه، ولكنه ينتصر انتصارا معنويا، عندما قال في خطبته وهو في مكة وقد عين المكان الذي سيقتل فيه بدقة جغرافية، كما قلنا قال: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وكأني بأوصالي تقطعها عصيان الفلوات بين النواويس وكربلاء. نواويس جبانة المسيحيين التي كانوا يعملونها في السابق ويجعلون ثيابتهم أو قبورهم وأجدادهم يجعلونها صناديق من الصخر. الصناديق الصخرية التي يضعون فيها جثث الموتى، مجموعة الصناديق تسمى نواويس. منطقة كانت قرب كربلاء هي جبانة بهذا الشكل، وأيضا مكان آخر يوجد اسمه كربلاء الذي فيه قبر أيم حاليا. الحسين حدد مكان قتله بهذه الدقة وهو في مكة، وكأني بأوصالي تقطعها عصيان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا. رضى الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجر الصابرين، فمن كان باغلا فينا مهجته. الحسين يقول: الذي يأتي معي يبذل مهجته، لا ينتصر، لا يصبح واليا ولا أميرا، إنما يموت ويقتل. فمن كان باغلا فينا مهجته وموطنا على البلاء نفسه فليرحل، فإني راحل مصبحا إن شاء الله، ومن تخلف عنا لم يبلغ الفتح. هكذا الحسين عليه السلام حدد معالم ثورته وبين أنه يذهب ليقتل حتى يكشف هوية الخليفة الباطل ويعين من هو الخليفة الحق ومن هو الخليفة الباطل. هذا المفهوم الذي كان مرتبكا في أذهان المسلمين، فيتصورون أن كل من استولى عليهم بالقوة فهو خليفة المسلمين وهو خليفة الرسول وهو خليفة الله. إنقاذ هذا المفهوم، الحسين خرج لإنقاذه، وبالفعل قد أنقذ، وبالفعل عرفنا أن الحاكم غير الخليفة، بينما في السابق كل حاكم هو الخليفة لأنه يمثل رسول الله، مهما كان الأسلوب الذي وصل به إلى مركز الخلافة ومهما كان عمله.
فإن أي شيء يعمل هو عمل مقدس، وإن أي مخالفة يرتكبها فهي ليست مخالفة، وإنما حكم سنة، وهو الرجل الذي يرتكب هذه المخالفات أسوة وقدوة من قبل الله على المسلم. هكذا عمل الحسين عليه السلام، ومن هنا نعلم جزءا من عظمة الحسين. إذن الحسين خرج للقتل بكل إرادته وبكل طيارية، إذن كان يعلم أنه سيضحي بكل شيء، وضحى بكل شيء من أجل الله ومن أجل الدين ومن أجل الحق. هذه التضحية الكبيرة، لأن غالب الناس عندما يقدمون على أمر يتورطون فيه نوعا ما، لا يعلمون أنه يخسرون 100%. أما الذي يعلم أنه يخسر الدنيا وكل شيء في الدنيا ولكنه يربح الدين ويقدم، فهذا الإنسان الذي له القيمة الكبرى والمطلى عند الله يعلم أن أمامه الموت، يموت هو ويقتل كل أصحابه وتسبى نساؤه ويخرج من كل شيء عنده ويقتل بالعطش ويقتل بذلك الشكل الفظيع، ولكن الدين ينقذ، المفاهيم الإسلامية تنجو من الارتباط، مع ذلك يقدم. هذا الإنسان ليس عظيما فحسب، وإنما هو فوق ما يمكن أن يصل إليه الإنسان في المثالية وفي التضحية وفي المبدئية وفي العمل لإنقاذ القيم والمفاهيم العليا من أي ارتباط أو أي انزعاج. هكذا كان الحسين عليه السلام. فلذلك الحسين كما قلنا في يوم عاشوراء تصرف تصرف المنتصر، تصرف تصرف الإنسان الواثق بنفسه، الواثق بمستقبله، الواثق بما يعمل وما يخطط وما يرتب، الإنسان الذي يرى في كل مصيبة ترد عليه اعترافا ينتزع من بني أمية وانتصارا للحسين عليهم، لأنه يكشفهم أمام الرأي العام العالمي إلى يوم القيامة، وأمام الرأي العام الإسلامي إلى يوم القيامة، حتى لا يخدع بيزيد وبمن هو من أمثال يزيد. هكذا الإمام الحسين كان تصرفه. لذلك عندما قتل طفله الرضيع الحسين عليه السلام لم يعمل هذه الأعمال جهلا بحقيقة الجيش. الحسين يأتي إلى الخيمة ويقول ناولوني ولدي الرضيع، ويأتي به ويخبره تحت ردائه وهو يركب على بعير، لأن الذي يخرج للقتال يخرج على الفرس ولا يخرج على البعير، الذي يخرج على البعير يخرج في وهو يعلن السلم، إنني جئت لهدف سلمي ولم أأت لهدف عسكري، لأن البعير لا يمكن أن يجالس وأن يراكب القيول الموجودة في ساحة المعركة. الحسين خرج على بعير وهو يخبئ شيئا تحت ردائه، لأن عليا الأصغر كانت قد أثرت فيه آلامه المختلفة التي صارت على أثر العطش. لذلك عليه السلام كان قد خبأ عليا الأصغر تحت ردائه اتقاء من أشعة الشمس المحرقة. فلما نظر الناس إلى الحسين وهو خارج على بعير ويخبئ شيئا تحت ردائه قالوا لعل الحسين أخرج إلينا القرآن ليحتج به علينا. فلما وصل إليهم رفعه فوق يده وقال إن لم ترحموني فارحموا هذا الرضيع، اسقوه شربة من الماء، إلى آخر ما قال الحسين. والحسين يعلم أنهم سيقتلونه، ولكن قناط الطفل كانت لافتة تقرأ بكل اللغات في الدنيا ليؤلن للناس من هم هؤلاء الذين يقاتلونه، ومن هو هو، من هو الحسين ومن هم أعداؤه. فلما قتل الطفل الرضيع، لما قتل علي الأصغر، ماذا قال الحسين؟ لم يقل هذه مصيبة كبيرة، وإنما قال هون علي ما نزل بي، هذه المصيبة في رأيي مصيبة هينة. وإلى آخر لحظاته من الحياة، إلى آخر معاركه، إلى أن صرع عليه السلام، كل هذا الموقف كان موقف الإنسان الواثق من أمره، الذي ينفذ ما خطط له بكل حرية وإرادة، والذي يمشي بخطى ثابتة
وأعصاب ثابتة كما مشى الحسين وكما مشى جده وأبوه من قبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاكتساب من روحية الحسين وللاستفادة من تاريخ الحسين وعظمة الحسين، وأن يقضي حوائجنا ويغفر لموتانا. Thank you.